عيد الأضحى المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يدخل هذا الشهر المبارك شهر ذي الحجة، ونحن في هذا الشهر المبارك أيام فيه قال الله أقسم الله عز وجل فيها، قال والفجر وليالي عشر، والله عز وجل لا يقسم بشيء إذا كان له أهمية وعظمة. فبالمناسبة إن شاء الله ونحن في هذا شهر ذي الحجة المبارك، وأن يجعل أعمالنا إن شاء الله فيها خالصة لوجهه الكريم. ونشكر كذلك قناة الشروق لاستضافتها في بيت الله عز وجل، مرحبا بكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يوفق أن يحفظ بلدنا الجزائر. اللهم يا رب اجعل بلدنا الجزائر واحة للأمن والأمان يا رب العالمين. بمناسبة عيد الأضحى المبارك نتقدم بتهاني خالصة لكل الأمة الإسلامية بصفة عامة وبالشعب الجزائري بصفة خاصة وسكان ولاية سعيدة أيضا. نتمنى أيضا الشفاء العاجل لكل المرضى، يعني هي محطة ويوم مبارك باش نتفكروا كل هؤلاء المنسيين، وأيضا هي فرصة لتصحيح الذات وإعادة يعني الحسابات. نتمنى أيضا يعني عيد سعيد لكل الأسرة الإعلامية في الجزائر وهنا بسعيدة، أيضا عيد سعيد لكل مواطني ولاية سعيدة. الأمة الإسلامية إن شاء الله كاع اللي سالوا الإسلام إن شاء الله راهم عيدهم مبروك، والذنب مغفور الحجاج الله يحفظهم والله يعمر ربي يردهم غالمين سالمين لبلادهم إن شاء الله. الله يعلم بين المسلمين، الله يجعل هذا إن شاء الله، نطلب لهنا للبلاد والعباد ان شاء الله، البلاد والعباد. بهذه المناسبه الطيبه نتمنى ان شاء الله عيد سعيد لكافه جميع المسلمين والمسلمات، ونتمنى ان شاء الله الثبات والقبول والغفران لنا ولجميع المسلمين ان شاء الله. هي فرصه طيبه لاهنئ المسلمين بهذه المناسبه واقول لهم عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير، وهذه فرصه طيبه للتاخي ونشر المحبه بين المسلمين. من ولايه سعيده مجد حي الازهار مجد صالحين، بمناسبه عيد الاضحى المبارك نتمنى للامه الاسلاميه عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بالف خير. قناه الشروق التي اتتنا الى هنا في هذا المجد الصالحين، نتمنى لكم لكم وللشعب الجزائري عيد مبارك ان شاء الله وخالصا من القلوب. أتمنى للشعب الجزائري عيد مبارك للمسلمين جميعا وللمؤمنين، وأتمنى الحفظ للبلاد والعباد، والله يجيب لنا ناس والعمال تاع العيد الله يحفظهم، والله يحفظ البلاد والعباد ان شاء الله، والله يجعل يكون هذا عيد مبارك فيه الخير فيه البركه. اللهم اجعل القبول من كل المسلمين ان شاء الله. وبهذه المناسبه وصل المسلمين بالدعاء في هذه العشره لبلدنا فلسطين. بمناسبة عيد الأضحى إن شاء الله نعيدوا بالصحة والستر ونهنوا الأمة محمد الإسلامية في كل البلاد، إن شاء الله يا ربي تسجدنا البلاد والعباد.